تخيل أن تتعرض للمضايقة، أنت خائف وحيد، تشعر بأن العالم كله ضدك وأنك لا تملك من تلجأ إليه. تلجأ إلى السلطات طلباً للمساعدة، تأمل أن تجد الأمان والعدالة وأن يتم الاستماع إلى صوتك، ولكن بدلاً من الحصول على العدالة تعاقب. قصة الدنيا قصة مليئة بالألم والظلم. شابة تونسية، تجربة الدنيا في الجزائر تكشف حقيقة مرعبة. التحدث بصراحة قد يكون خطيراً. في مجتمع لا يرحم، يمكن أن تكون الصراحة سلاحاً ذو حدين. إنها تذكرنا بأن الحرية ليست مجانية، إنها ثمينة، وغالباً ما تأتي بتضحيات كبيرة. إنها شيء يجب أن نناضل من أجله باستمرار ونحميه، ولا نعتبره أمراً مفروغاً منه أبداً. الحرية تتطلب يقظة دائمة. قضية الدنيا هي تذكير صارخ بأن الديمقراطية هي أكثر من مجرد تصويت. إنها تتعلق بامتلاك صوت، إنها تتعلق بمحاسبة السلطة. الديمقراطية تعني أن يكون لكل فرد الحق في أن يسمع، وهي تتعلق بضمان أن تكون العدالة عمياء لا صماء أمام صرخات الضعفاء. العدالة الحقيقية تستمع وتستجيب وتعمل على تحقيق الإنصاف للجميع. بدأت رحلة الدنيا بالأمل، كانت تتطلع إلى مستقبل مشرق مليء بالفرص والتجارب الجديدة. سافرت إلى الجزائر متحمسة لتجربة ثقافة جديدة. كانت تتجول في الأسواق، تستمتع بالألوان والروائح والأصوات. لكن ما بدأ كمغامرة سرعان ما تحول إلى كابوس. وجدت نفسها في شوارع مظلمة، تشعر بالخوف والقلق. تعرضت الدنيا للمضايقة، مما جعلها تشعر بالضعف والانتهاك. كانت تلك اللحظات مرعبة ومؤلمة. سعياً للمساعدة، فعلت الدنيا ما سيفعله أي منا، لجأت إلى السلطات. كانت تأمل في أن تجد الأمان والعدالة. لقد قدمت شكوى على أمل الحصول على العدالة والحماية. كانت تأمل أن يتم الاستماع إليها وأن تحترم حقوقها. بدلاً من ذلك، تم تحريف طلبها للمساعدة، واتهمت بالإضرار بسمعة الجزائر. كانت تلك الاتهامات غير عادلة ومؤلمة. تم إسكات صرختها طلباً للمساعدة وعوقبت. شعرت الدنيا بالهزيمة واليأس، وكأن العالم كله قد تخلى عنها. تكشف قضية الدنيا عن حقيقة خطيرة في أجزاء كثيرة من العالم، قمع حرية التعبير. عندما تخشى الحكومات النقد، وعندما تسكت المعارضة، فإنها تخلق أرضاً خصبة للظلم. فبدون الحق في التحدث بحرية والنقد ومحاسبة السلطة، تنهار الديمقراطية، تصبح قشرة فارغة أداء وليس وعدا. قصة دنيا هي تذكير صارخ بالمسؤولية التي تقنا جميعا للدفاع عن هذه الحقوق لأنفسنا وللآخرين. المشهد الرابع، غضب عالمي، كلنا دنيا. لم تنتهي قصة الدنيا بالصمت. لقد أشعلت عاصفة هوجاء في جميع أنحاء العالم، تجمع الناس خلفها. صدحت هاشتاج كلنا دنيا على وسائل التواصل الاجتماعي كشهادة رقمية على قوة التضامن. أدانت منظمات حقوق الإنسان الظلم، وأثار دبلوماسيون مخاوفهم. أصبحت قضية الدنيا رمزاً وصرخة مدوية من أجل حرية التعبير وحماية أولئك الذين يجرؤون على قول الحقيقة للسلطة. المشهد الخامس، دعوة إلى العمل. دافعوا عن الديمقراطية، دافعوا عن بعضكم البعض. الديمقراطية ليست مجرد كلمة، إنها فعل. قصة الدنيا هي دعوة للعمل، إنها تذكير بأن كل صوت مهم وكل فعل له تأثير. لا يمكننا أن نقف مكتوف الأيدي بينما يتم إسكات الآخرين. يجب أن نكون صوت من لا صوت لهم. يجب أن نستخدم أصواتنا لرفع أصواتهم. تزدهر الديمقراطية بالمشاركة وبالمساءلة وبمحاسبة السلطة. تحدثوا ضد الظلم وكونوا جزءاً من التغيير. ادعموا المنظمات التي تناضل من أجل حقوق الإنسان. تبرعوا بوقتك ومواردكم. ثقفوا أنفسكم والآخرين حول أهمية حرية التعبير. المعرفة هي القوة. تذكروا أن الصمت ليس حياداً، إنه تواطؤ. لا تدعوا الخوف يمنعكم من الوقوف مع الحق. دعونا نتأكد من أن الجزائر يعاني في صمت مرفوض. معنا يمتمنا في التسكيش كنت هيقياً.